مجموعة مير للعناية بالشعر غنية بزبدة الشيا المعروفة بتغذية الشعر. انسي الشعر المقصف الهايش مع مجموعة مير الغنية بزيوت طبيعية، هتغير لك حياتك وحتبقي نجمة وسط أصحابك. مجموعة مير، شامبو، بلسم، زيت وكريم. لازم تستخدمي منتجات مير للحفاظ على جمال شعرك. مجموعة مير، شامبو، بلسم، حمام كريم. مجموعة مير للعناية بالشعر. عرف المصريون القدماء بجمال شعرهم ولمعانه ورونقه. مجموعة مير للعناية بالشعر غنية بزبدة الشيا المعروفة بتغذية الشعر. مجموعة مير، شامبو، بلسم، حمام كريم. مجموعة مير للعناية بالشعر. مجموعة مير للعناية بالشعر غنية بزبدة الشيا المعروفة بتغذية الشعر. انسي الشعر المقصف الهايش مع مجموعة مير الغنية بزيوت طبيعية، هتغير لك حياتك وحتبقي نجمة وسط أصحابك. مجموعة مير، شامبو، بلسم، زيت وحمام كريم. بعد استخدامك للبروتين والصبغة لازم تستخدمي منتجات مير للحفاظ على جمال شعرك. لطلب المنتج الاتصال على 010-33-99-78-78. مطلوب وكلاء للتوزيع. منتجات مير للعناية بالشعر خالية من الصوديوم والسلفات. مير، لمعان ونعومة فوق الوصف. لأن الوقت من ذهب يا ناس، ياهو الحلاقة بقت من غير تعب مع جل الحلاقة فو. مهما كنت مستعجل، فو هيخليك في أبهى صورة وشياكة من غير استخدام للمية. جل الحلاقة فو بيسهلك الحلاقة. فو، انتعاش، حماية، ترطيب. جل الحلاقة فو، حلاقة سهلة بدون تعب، انتعاش فوق الوصف، شفاف بدون رغوة. فو، انتعاش، حماية، ترطيب. فو، تصنيع شركة ريفال فارما. مطلوب وكلاء. لطلبات الجملة والتوزيع 010-33-99-78-78. أهلا بيكم مرة تانية في البيت الكبير. معانا في الحلقة الثانية من سلسلة البيت في الإسلام الدكتورة وفاء عبد السلام، عشان نكمل حلقتنا الأولانية، وكنا اتكلمنا عن الاختيار، وهنكمل معاها النهاردة البيت والزواج. ونورتينا يا دكتورة وفاء، جزاك الله خير. تأخرت علينا شوية. لا معلش، الحمد لله بالسلامة. إن شاء الله ربنا ييسر كده. إن شاء الله ربنا يهديك يا رب. ما بعد الاختيار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه، ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تثبيته، وحرم على التخلق بأخلاقه من أراد تشتيته، وصلى الله تبارك وتعالى على خير الرجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأنا بشكر حضرتك على هذا اللقاء، ومعلش أنا بعتذر والله، بس أنا وقتي ربنا اللي يعلم بيه. يعني دعواتكم بس كده بالبركة في الوقت كده، ونبقى مع بعض دايما يعني إن شاء الله بإذن الله. إحنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن أسس الاختيار، وقلنا قبل ما نتكلم على أسس الاختيار إحنا بنتزوج ليه. يعني في ثلاث محاور كده عشان الزواج، أنه فطرة
لان دي الفطره اللي فطر ربنا سبحانه وتعالى الناس عليها. يعني حتى حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بيته ثلاثه من الرهط او رهط من مجموعه من الناس وسالوا بيت ازواج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن عباده حضره سيدنا النبي، فكانهم تقلوها، يعني قالوا العباده لا يعني، واوعظوا هذا الامر، قالوا ان رب العزه سبحانه وتعالى قد غفر للرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تاخر. فواحد فيهم قال انا حصوم الدهر ولا افطر، مش هفطر ابدا، يعني اصوم الدهر ولا افطر. والتاني قال وانا اقوم الليل ولا انام، والتالت قال وانا لا اتزوج النساء، عشان يبقوا متفرغين لعباده رب العزه سبحانه وتعالى. فحضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منهم هذا الكلام، ويمكن انا اصريت ان انا اتحدث في هذه النقطه النهارده، لان في كثير من الناس اشتكوا ان ابنائهم وبناتهم بداوا يعرضوا عن الزواج، ودي بقت يمكن اقتربت ان تكون ظاهره. فقالوا لي يعني طلبوا مني اتحدث في هذا الامر، فانا قلت نراجع ونتذكر ما تحدثنا فيه. فسيدنا النبي لما سمع هذا الكلام ذهب لهم وقال لهم انتم الذين قلتم كذا وكذا، فقالوا بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لاخشاكم الى الله واتقاكم له، يعني انا اخشى الناس لله عز وجل واتقى الناس لله عز وجل، ولكني اصوم وافطر وأصلي أو أقوم الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويمكن لما ذكر لحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيعمله سيدنا عثمان بن مظعون من أنه هو معتزل كل حاجة وقاعد بس للعبادة، فحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه، وسيدنا عثمان بن مظعون ده يعني من الصحابة الثقال في, 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 في الإسلام، ده يبقى خال السيدة حفصة وسيدنا عبد الله بن عمر أبناء سيدنا عمر بن الخطاب، يعني أخو السيدة زينب اللي كانت زوجة سيدنا عمر، وده من المهاجرين وأول مهاجر دفن بالبقيع في المدينة المنورة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أراغب أنت عن سنتي يا عثمان؟ فقال لا يا رسول الله. فقال له سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذن تزوج، فإني أتزوج، وبدأ يعدل مسار سيدنا عثمان. الحاجة الثانية قلنا الانتقاء والاختيار، وإحنا تحدثنا عليها باستفاضة في الحلقة الماضية. الحاجة الثالثة المصلحة الاجتماعية، ودي متعلقة بالأولانية. مصلحة اجتماعية يعني إيه؟ حفاظ على النسل. لازم الزواج دوت من 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 آثاره الإيجابية على المجتمع أو الحياة الاجتماعية إنه بيحافظ على الإنسان نفسه، وبيحافظ على الأنساب، وبيحافظ على المجتمع من الانحلال ومن لأن دي غريزة ويجب أن تصرف هذه الغريزة، فده ممكن يؤثر على المجتمع. أخذنا الأجزاء بتاعة الاختيار الأسبوع الماضي، والنهاردة هنبدأ بقى في الشق العملي. لو بدأنا نتحدث عن الشق العملي، أنا اتقدم لبنتي عريس وبدأت أقيس الشرع على هذا الاختيار، أو ابني عايز يتقدم إلى عروسة، ونظرت إلى المقياس الشرعي اللي أسلي بيه واداني الأسس اللي أختار عليها، ووجدت أن الأسس موجودة. طول ما أنا ببحث وأرجوكم وبأكرر وبأعيد وبزيد في هذه الجملة، التحري ده مهم جدا جدا جدا. كثير من بناتي بعد ما بتتخطب وبيبدأوا في التجهيز، ولسه كان في مشكلة قريبة جدا لإحدى بناتي، وطلع في الآخر أخذ كل العفش اللي جابته وطلع نصاب. فلما بسألها، لا إحنا سألنا الجيران فقالوا آه يعني كويس في حاله، ما يعرفوش عنه حاجة غير إنه في حاله، ففي حاله ده حاجة كويسة. فطيب إحنا فين التحري؟ فين نروح له في شغله ونسأل عليه؟ فين يعني لازم يبقى في تحري، بناتنا لازم يصانوا. فالحمد لله ان ظهر هذا الامر قبل الزواج او قبل الزفاف، فلازم نتحرى. واحنا بنتحرى عندنا صلاه الاستخاره، وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا جابر قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا الصوره من القران، يعني زي ما بنقرا الصوره في القران وبنحفظها، زي ما سيدنا النبي كان بيعلمنا ازاي نحفظ صلاة الاستخارة. لازم نستخير، وحنقول دلوقتي الصيغة بتاعت الصلاة والكيفية كمان.
لكن قبل ما نقول الصيغة ونقول الكيفية، ودي أسئلة كتير بتطرح علينا، مش لازم أشوف رؤية، مش بشرط أني أشوف رؤية، هنلاقي إما تيسير أو إن ربنا سبحانه وتعالى جعل في قلبي كده فيش طمأنينة أو الأمور بتتعرقل. ارجعوا ارجعوا قبل ما تبقى الأمور تصل إلى مرحلة ما نقدرش نتراجع فيها. يستحب أن تكون هذه الصلاة في وقت السحر، الوقت اللي هي بختلي فيه مع رب العزة سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي وقت عشان اللي هي قبل الفجر، التلت الأخير من الليل، تمام. قبل الفجر، قبل الفجر بفترة كده، يعني ممكن بعد الساعة 1 بالليل نصلي صلاة الاستخارة، الساعة 2 بالليل مش متيسر صلوا بالنهار لأن احنا بنقول الوقت المستحب. لكن سيدنا النبي لما جه يشرح أو يقول للصحابة على صلاة الاستخارة قال لهم ركعتين من غير الفريضة، يبقى ما يبقى لهمش علاقة، يعني دول ركعتين سنة ما لهمش علاقة بالفريضة، سواء صلاة الفجر أو ظهر أو عصر أو مغرب، نبعد تماما عن الفريضة، يا إما في السنة وممكن أخذ السنة بنفس النية بصلاة الاستخارة. بصلي يفضل أن أقرأ في الأولى الكافرون وفي الثانية الإخلاص، وبعد ما انتهي من يعني في علماء قالوا قبل ما تسلم لو أنت حافظ قول، مش حافظ هتسلم وهتمسك الورقة وتقرأ منها، وبتقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، عاجل أمري وآجله، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر، طبعا الأمر بيذكر، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. دعاء بنقوله وبنتوجه لرب العزة سبحانه وتعالى إن يخير لبنتي أو لابني الزوج أو الزوجة الصالحة، ونترك الأمر لله مع الأخذ بالأسباب اللي هو إن أنا بتحرى وبدور وبشوف هل ده مناسب أو هل هذه الفتاة مناسبة لابني ولا لا، بالسؤال وبالتحري، وإني أروح مرة واثنين وثلاثة، وصلاة الاستخارة مرة واثنين وثلاثة. سيدنا عمر ظل يستخير رب العزة سبحانه وتعالى في أمر شهر كامل يوميا، فأنا مش يعني مش مرة مرتين نزهق ومش أو ما فيش مش حاسين بحاجة، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يظهر لي علامة، إما إن يكون في تيسير أو إن يكون في عرقلة أو إن قلبي مش مطمئن. يعني في كثير من الناس، يعني أنا ليه أخ ربنا يديله الصحة يقول لي أول ما بصلي صلاة استخارة ألاقي في حاجة نزلت في قلبي، لا بيشوف رؤية ولا بيحصل تيسير أو عرقلة، بس تبص تلاقي حاجة نزلت في قلبه كده اتصد نفسه عن هذا الأمر، فخلاص بيعرف إن هي من رب العزة سبحانه وتعالى. كثير من الناس عندها هذا الأمر، أنا ممكن أشوف رؤية من المنام أو ممكن ألاقي الأمور بتتفتح وماشية ببركة رب العزة سبحانه وتعالى. في جزئية بقى، في كثير من الناس بيقولوا إيه، احنا صلينا صلاة استخارة، كنت لسه هسأل حضرتك واخدنا بالأسباب بالظبط ودورنا وبحثنا، بس في الآخر حصل دي بقى إرادة ربنا، وده ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني أنا علي السعي والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنعمل اللي علينا بالظبط، هو ده اللي أنا مأمورة بيه، أنا بعمل اللي علي، أنا علي السعي والنتائج كلها بتاعت رب العزة سبحانه وتعالى، وهبقى عارفة إن اللي اختاره لي ربنا هو الخير ما هوش الشر، ليه حكمة لا يعلمها إلا رب العزة سبحانه وتعالى. فآدي الجزئية بتاعة الاستخارة. خلاص وافقنا على الخطبة وبقى هيبقى فيه خطيب. طبعا احنا انا عارفة ان في كثير من الاسئلة جات للبرنامج وجات لحضرتك وجات لي، طيب لما بيحصل طلاق، لما بيحصل كذا، لما بيحصل كذا الابناء ويحصل ايه، والله هنيجي ان شاء الله، لا ما تقلقوش، انا بقول لكم، وحتى الحاجة ام يوسف او اللي اتصلوا بينا من الفيوم الحلقة الماضية اسئلتهم واجاباتهم جاية ان شاء الله باذن الله. استاذة يسرى اهلا بيكي، يوسري استاذ يوسري اهلا بيك، اهلا بيك استاذ يوسري، معلش انا اسف، اهلا بيك استاذ يوسري. انا بشكر حضرتك واريد كل التلفزيون والبرامج تبقى زي حضرتك كده، الله يعزك يا رب، شكرا ليك، اتفضل مع حضرتك. والاستاذه الدكتوره دي انا متابعها من زمان في برامج كتيره، جزاك الله خيرا، الله يخليك. ويا ريت كل القنوات تكون زيكم، انا ما عنديش سؤال ولا عندي حاجه، الله يكرمك يا رب، شكرا ليك، ويعني ده شكر، ويعني وسام على صدرنا، ربنا يعزك يا رب،
شكرا ليك استاذ يسري. جزاك الله خيرا استاذ يسري، شهاده نعتز بها، بارك الله فيك. فبتيجي انا عارفه ان جت طلبات كثيره، هنمشي واحده واحده طالما خدنا، هناخدها ان شاء الله باذن الله سلسله باذن الله. فدخلنا في مرحله الخدمه، مشاكل بقى على الشبكه، والشبكه هديه ولا مش هديه، الشبكه دي هديه الخاطب، ودي طالما ما فيش اتفاق عنها جزء من المهر ما لهاش علاقه بالمهر. عشان بس ايه هو بقى المهر؟ هنتكلم في الامور دي كلها، لان يعني ترجع في حاله الفسخ ولا لا؟ عشان في الامور دي كلها هنتكلم فيها. طيب انا ساكت اهو. حاضر. الامور دي كلها. معلش استاذنك بس، معانا استاذ علي من اسيوط. اهلا بيك استاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. سؤال بارك الله فيك. الدكتوره مع حضرتك اتفضل. البرنامج الجميل ده اختنا الدكتوره. الله يبارك. هل صلاه الاستخاره يبنى عليها حكم شرعي؟ وبالنسبه لصلاه الاستخاره برضه الناس بتعمل استخاره وبرضه بتيجي امور يعني زي رموز في الرؤى، زي رؤية خواتم، خاتم كبير، خاتم صغير، أحجار كريمة، فيش خاتم بيجي على مدار اليد، يعني ممكن ألبس خمس ست خواتم في الرؤية كان حد تاني خاتم، يعني مرة يطلع بفص ومرة فص صغير، مرة ما تلبسش الخاتم. تمام ماشي استاذ علي، شكرا ليك. اتفضل يا دكتور. انا هقول لحضرتك، هو بيقول بيقام حكم شرعي على الاستخاره، يعني مثلا هو استخاره يعني يصلي صلاه استخاره على امر، فجاله الامر دوت وليكن والعياذ بالله مثلا طلاق. تمام. فهل يقام الحكم الشرعي كده ان انا اطلق فعلا بناء على هذه الاستخاره؟ طبعا احنا بنقول احنا بنستخير ربنا سبحانه وتعالى، واما بشوف رؤيه زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي، وتاويل الرؤى ديت بترجع لمتخصصين في تاويل الرؤى. الرؤيه ممكن تكون واضحه وممكن ما تكونش واضحه، حضرتك بتسال حد يكون متخصص في تاويل الرؤى يقول لحضرتك تاويل هذه الرؤيه. وان كنت يعني بقول لحضرتك انت بتقوم من الرؤيه بتبقى فاهم من الراحه النفسيه، لكن لا تقيم حكم شرعي، لا تقيم حكم شرعي على هذا الامر. يعني يعني انا ما يعني ما اقدرش اقول لحضرتك ايه واحد استخار، وخلي بال حضرتك الاستخاره بتبقى في شيء يرضي الله عز وجل وليس في شيء يغضب الله عز وجل، فما اقدرش اقيم هذا الحكم على حاجه ربما اكون انا اولتها تاويل خاطئ، فممكن يكون تاويلي خاطئ. انا باخد بالاسباب والتوفيق من عند ربنا، وده الجزء الثاني من سؤال حضرتك، يعني سواء هما الاثنين متعلقين ببعض، انا باخد بالاسباب لكن ما اقدرش اقيم حكم شرعي على هذا الامر. لا، ده انا بقول له يا رب انا لا حيله لي ولا علم لي، فيا رب انت خير لي، اختار لي بقى اخش في المشروع دوت ولا ما اخشش، اخش في الزيجه دي ولا ما اخشش، اشتري العربيه دي ولا ما اشتريهاش، يعني اشتري البيت ده ولا ما اشتريهوش، لان انا ما اعرفش ما وراء هذا الامر، لكن لا يتعلق عليه حكم شرعي. اما بالنسبه بقى زي ما انا قلت، يمكن ذكرت الجزئيه ديت، ربما انا اصلي صلاه استخاره ويجي النتائج عكس، اقول طب انا صليت. بصراحه هي فيها شقين. الشق الاولاني ان انا ما عليش النتائج، انا عليا الاخذ بالاسباب والسعي، واني انا اخذ كل احتياطاتي الواجبه عشان انجاح هذا الامر. الحاجه الثانيه اني اكون حياديه عند الاستخاره، لان كثير هقول لحضرتك كثير من الناس بتخش صلاه الاستخاره وهي واخده قرار، في يبقى في تاثير نفسي عليا انا، مفيش نتيجه اصلا، مفيش يعني نتيجه بالظبط كده، فخلاص بخش باخد القرار وانا صليت استخاره. ده امر مهم جدا جدا، يعني انا كثير من بناتي يقولوا احنا صلينا صلاه استخاره. طب انت بتصلي صلاه استخاره؟ لا انا كنت يعني مرتبطه بيه او عايزاه او هو عاجبني او كده فانا صليت استخاره. ان انا طب ما انت واخده قرارك اساسا، او انا رحت اتعاقدت على العربيه واتعاقدت على لونها واتعاقدت على كل حاجه، وبعدين بقى بصلي صلاه استخاره تكمله الامر. طب ما انت واخد قرارك. لا، صلاه الاستخاره انا بسال وفي نفس الوقت بصلي صلاه استخاره، يا رب خير للخير. افرض ان الامر جه عكس ما انا كنت عايزه، لان كثير مثلا من البنات، وبرده دي جزئيه انا بحب اثيرها، وكويس ان في اسئله تفتح لنا الموضوعات، يجي الرجل ميسور الحال ويعني مرتاح ماديا، فانا ويجي واحد تاني ما معهوش ماديا فقير، فاقول لها صلي صلاه استخاره ده ولا ده؟ تقول لا ده خلاص انتهى،
ده انا مش هاخده، الفقير ده اساسا ده بره الموضوع. كويس، انا هاخد يعني انت حاطه اطار اللي انت تختاري على اساسه، خد بال حضرتك من الموضوع ده. تيجي بعد ما تتزوج تكتشف ان هو في صفات لا تساوي هذا المال اللي هي وافقت عليه. طب انت لما صليتي صلاه استخاره كنت محدده، حاضر هخلي اتصال يدخل بس عشان نقفل دي، انت كنت محدده حاجه، ما جيتي غيرتي هو مش مسؤول عن هذا التغيير. معنا أستاذة إيمان من أسوان، أهلا بيك يا أستاذة إيمان. عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أستاذة إيمان. والله يا حضرتك أنت كنت بتتكلمي عن إزاي إن الواحد ياخد قرار وهو ما داخل صلاة الاستخارة، طب أنا إزاي أفصل بين نيتي الشخصية من جوه الارتياح الشخصي للشخص، وإزاي أفصل إن دي من الله بعد الاستخارة؟ ما إحنا كنا لسه بنتكلم عن ده حالا دلوقتي. طيب معاكي دكتورة. نعم. وحضرتك معلش في سؤال تاني، لو انا بعد ما دخلت الاستخاره انا مقتنعه برايي الشخصي للاسف مثلا ما استجبتش للامور اللي هي حصلت بعد كده، ازاي اقدر يعني ازاي اقدر استعين بالله في انه ينجيني من الشخص مثلا او اختيارك خلاص اخترتي فقدر لك الاختيار. ما شاء الله هو ده الجزء اللي متكلم فيه ما شاء الله. يعني بص هو عارف. احنا بنقول احنا يعني هو ده اللي احنا بنقابله في في طريقنا وفي حياتنا، وهو ده اللي موجود فعلا بالزبط. في الحياه ما كان الناس بتطلب دايما بالظبط كده يعني نطلع ننزل لارض الواقع يعني. حضرتك ازاي تقولي هو ده من جوايا ولا ده من 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 من, من اختيار رب العزه سبحانه وتعالى بتسليمك انت. صحيح. انت اللي قبل ما تخشي في هذا الامر ما تكونيش واخده قطع امر في هذا الموضوع، فبتسليمك انت لله عز وجل، انا راضيه باللي ربنا قسمهولي وانا راضيه. وعشان كده قلنا ايه، مش مره ده مرارا، يعني حتى قلبي ما استريحش تاني هكمل، ربما تكون حاجه من النفس، ربما يكون تاثير من حد قال لي حاجه ربما، فخليني يعني مش تاثير حد قال لي حاجه وحش فانا ما استمعتش، لا يعني انا ممكن مثلا يجي لبنتي خاطب واقول لها صلي صلاه استخاره وانا بصلي لبنتي صلاه استخاره وشغالين البيت كله صلاه استخاره، تيجي اختي لا شكله وحش، فممكن يكون التاثير النفسي على الشكل ملهوش علاقه. اخد بال حضرتك، فانا بقول نحيد الجزء ده ويبقى مسلمين امرين لله عز وجل وما يبقاش فيه مؤثرات، بس انا خليني مسلمه لله عز وجل، دي جزئيه. انا اخترت بقى وطلع الاختيار عكس، انا زي ما بقول لك اما كان الهوى هو اللي مسيطر عليا او ان اكون خدت بكل الاسباب، لكن النتائج بتاعت رب العزه سبحانه وتعالى، ربنا حطني في هذا الامر الابتلاء الاختبار من ربنا سبحانه وتعالى، شوفني اصبر ام اقنط، ربنا حطتني في هذا الاختبار ربنا اكون ربما اكون ايه لغيري عشان خاطر اوري لهم ازاي لما حصل عكس هذا الامر اخذته بقضاء برضا بقضاء الله عز وجل وتعاملت بأخلاقيات الإسلام الصحيحة والحقيقية. فأنا مش عارفة الحكمة إيه، فيبقى بس في الآخر عندي رضا. اتفضل. أهلا بيك أستاذة فاطمة. أستاذة فاطمة من مطروح. أهلا. اتفضلي. أيوة. اتفضلي يا أستاذة فاطمة. أيوة أنا عايزة أكلم الأستاذ. معاك الدكتورة. اتفضلي مع حضرتك. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة فاطمة. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أنا يعني في قدامي عريس بس أنا مقتنعة بيه ومصليش استخارة. سمعتي ايه؟ هي مختارة عريس على ما صح كده يا فاطمة ومقتنعة بيه بس ما صليتيش استخارة. ايوه. مظبوط؟ طيب واتخطبته خلاص؟ لا لسه. طب انا بطلب منك يعني معلش كده صلي صلاة استخارة وقول يا رب كده ايه خليني يعني ايه خلي نور لي بصيرتي. يعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يرين لك البصيره بعد يعني بعد الاقتناع دوت، يا رب رجعني كده لنقطه حياد ونور بصيرتي وريني يمكن انا مش شايفه. فاصل بس للاذان. حاضر. واستمري على الفاصل. هذا الامر ربنا ييسر. ماشي. اتفضلي معلش انا اسف كملي. طيب. واستمري على صلاه الاستخاره مش مره ولا اتنين ولا ثلاثه، يعني ضلي كده على الاستخاره لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يستجيب ليكي بوفق مراد الله. وانت بتدعي في الاستخاره بتاعتك قولي له يا رب خليه وفق مرادك مش وفق مرادي انا، يعني حاولي تصححي النيه في هذا الامر وربنا سبحانه وتعالى يخير لك الصالح. تمام. نكمل حضرتك سريعا قبل الاذان عشان نطلع فاصل للاذان.
انت قلت عليك من شويه الغنى والفقر. تمام، دول عامل اساسي جدا في الاختيار. لا لا مش عامل اساسي، التكافؤ عامل اساسي. انا لسه كنت هسأل عليك على موضوع التكافؤ. التكافؤ عامل اساسي تمام، لكن 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 الغنى والفقر مع ذهاب الدين مش عامل اساسي. يعني لو حطيت الدين وحطيت الغنى والفقر، انا هقول لحضرتك على حاجه، ودي من الحاجات اللي كنت هذكرها بعد شويه. لما تقدم السيده فاطمه بنت حضره سيدنا النبي، يعني ما فيش بقى ايه يعني اعلى من كده، لما تقدم للسيده فاطمه وعرف من يخطبها، وعرف ان السيده فاطمه تخطب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي بن ابي طالب كان نفسه يخطب. حضرتك لما يجي الوقت قول لي بس. تمام، لا انا معاك. طيب اوكي. لما جه سيدنا علي وسمع ده، فالجاريه بتاعت سيدنا علي، مولات سيدنا علي، مولاه يعني عبده واعتقها وظلت في خدمته، قالت له ان السيده فاطمه تخطب، فما تقدم لها لان هو بيحبها بس مش قادر فقال لها لا املك شيء. فقالت له تقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث معه. انت عارف حضرتك انه راح لسيدنا النبي مش قادر يتكلم من علو وما كانت السيده فاطمه ومن ضيق ذات اليد عن سيدنا علي. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشي سيدنا علي، جه تاني واستحى انه يفتح سيدنا رسول الله في هذا الامر. اما جه تاني وقعد قدام حضره سيدنا النبي، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا جئت يا علي؟ فمش قادر يتكلم، قال له أجئت لتخطب فاطمة؟ فقال بلى يا رسول الله. يعني شوف حتى حياء وأدبا للفارق اللي بين السيدة فاطمة، بس مش فارق اجتماعي، يعني عشان بس الناس تاخد بالها، ده ابن عم حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فارق مادي أو ممكن يكون فارق يعني. مادي هو ما معهوش، يعني هو ما معهوش. طيب بس فاصل ونرجع لكم. شكرا لكم. البيت الكبير، كمل حلقتنا والبيت في الإسلام مع الدكتورة وفاء عبد السلام. أهلا وسهلا. قبل الفصل على طول كنا بنتكلم عن التكافؤ والتكافؤ والمادي والثقافي. تمام، حضرتك بتقولي ماديا مش مهم. لا ما قلتش كده. ما هو انت عم حضرتك عشان أنا الناس، انا قلت الكلمة دي عشان انا بقول لحضرتك مش مهم، بمعنى ان احنا لا، لو 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 انا لو انا عندي، انا قلت جنب الدين. تمام، لان انا لو جالي واحد سيء الخلق تمام وما يعرفش حاجه عن دينه، يعني انا اسفه في اللي انا بقوله ده، ما هو الدين مش معناه ان هو بيصلي بس ويصوم. سيدنا عمر بن الخطاب قال له تشهد معاه؟ اشهد ما عرفته. فقال بلى يا امير المؤمنين. اتعرفه؟ قال بلى يا امير المؤمنين. قال له طب صاحبته في السفر؟ طب هو جارك اللي تعرف مداخله ومخارجه، لان في السفر بتعرف مكارم الاخلاق. طب هو جارك اللي تعرف مداخله ومخارجه؟ طب اتعاملت معاه بالدرهم والدينار فبي تعرف كرم ومروءه الرجل؟ فقال لا، في كل مره بيقول له لا. فقال له لعلك رايته في المسجد يضع راسه ثم يرفعه؟ قال بلى يا امير. قال اذهب يا رجل فانك لا تعرفه. انا بتكلم على الدين المعامله، الاخلاقيات، السلوكيات، المعاملات، بجانب طبعا بداية العبادات. لو دولك مفتقدين مفيش مال الدنيا هيعوضها هذا الأمر. أنا مش بقول المال لأ بصفة مطلقة، لا يا حبذا لو جه حد يعني مرتاح ماديا أو يعني معاه من المال ما يكفيه ويزيد عنه. وخلي بال حضرتك إن شرط من شروط الزواج إن يكون عنده استطاعة، وليست استطاعة مالية فقط، ده استطاعة مالية ومادية ومعنوية وجسدية وكل أنواع الاستطاعة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهنا ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. في كثير من الناس قالت لك إيه؟ لا ده الاستطاعة هنا المقصود بيها جسدية، يقدر يتجوز. ما كانش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك بالصوم فإنه له لك وجاء؟ لا، ده هنا المجموع كله ويتقدموا المال، لان ما تجيبليش واحد لا يملك ونقول له افتح بيت وجيب ابناء واطلقهم في الشارع ويبقى كده انا استفدت ايه؟ اخد بال حضرتك؟ او بعد 3 4 شهور، بعد سنه سنتين تقول له طلقني عشان مش قادر يقيم حياته. انا ما بقصدش الماده انها تبقى مش موجوده، لا، انا بالعكس، ده انا يمكن في بدايه كلامي الحلقه الماضيه تحدثت عن التكافؤ. التكافؤ ده مهم جدا جدا،
لكن لما اشوف الصوره بتاعت سيدنا علي والسيده فاطمه بنت حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يستحي انه يتحدث مع سيدنا النبي في تكافؤ اجتماعي، لكن مفيش تكافؤ مادي، هو ما معهوش، فقاعد قدام حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مش لاقي حاجه يقولها لحضره سيدنا النبي. اجئت لتخطب فاطمه صلى الله عليه وسلم؟ فسيدنا علي قال بلى يا رسول الله ولكني لا املك شيء، معيش. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له طب فين الدرع اللي انا اهديته لك؟ انا بس الجزئيه دي بذكرها، ما كنتش هقولها في الموقف ده، انا كنت هقولها في المهور، لان احنا وصلنا الى مرحله من التعالي والتغالي والمغالاه في المهور وصلت الى حد لا يقبله عقل ولا منطق، وبيتسبب في ان يكون البيوت فيها كثير مشاكل وصلت الى حد الطلاق بسبب المغالاه في المهور، بسبب ان مفيش فلوس وداخلين عليهم ديون ما يعلم بها ربنا بسبب المغالاه. طيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فما حاله الدرع، او سالوا عن الدرع اللي اهداه له، قالوا الحطيمه يا رسول الله معي، قال له بيعه وقدم وفعلا باعوا ب 400 درهم وقدمهم الصداق لسيده فاطمه. طيب وقت الحلقه للاسف شديد جري فعلا بيقولوا لي اقفل. سعدنا بيكم ونتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا معانا، هنكمل ان شاء الله الحلقه الجايه، الحلقه الجايه سلسله البيت في الاسلام. شكرا ليكم في البيت الكبير، وان شاء الله نلقاكم السبت القادم الساعه 4. مع السلامه.